بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ عدة أسابيع وحنا كنعيش أيام صعبة وشديدة، ويعني أجواء أزمة قاسية مست جوانب كثير من الحياة ديالنا، ويعني سببت في اضطراب ديال الحياة وديال النظام ديال الحياة ديالنا وديال الأسر وديال المجتمعات بل حتى الدول. ولكن واش القدر ديالنا كبشر أننا نعيش يعني الأيام المتبقية من هاد الأزمة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى باش أن يعجل بأن تمر بسلام. واش القدر ديالنا نعيش هاد الأيام الباقية في هذا الجو ديال الخوف وديال القلق مشحون بالتوتر ويعني والاستسلام، وفي احسن الاحوال اننا نقولوا يعني هذا قدر الله سبحانه وتعالى والمصاب ديالو ما علينا الا ان نصبر حتى تمر هذه الايام بسلام، ويعني ونكتفيوا بالشكوى وبالمعاناة وبإحصاء ديال الإصابات والوفيات والخسارات، وكذلك يعني ما انتبهوش يعني ما وراء هذه الأزمة من مقاصد وإشارات. واش ما كاينش شي نظرة أخرى، نظرة إيجابية إلى هذه الأزمة؟ واش ما يمكنش يعني نكتشفوا فيها يعني شي جوانب إيجابية من خلالها يعني نلقاو أو نستطيعوا باش نحولها من محنة قاسية إلى منح ربانية؟ الجواب على هذا السؤال بالنسبة لي أنا هو بكل تأكيد وبدون مبالغة وبدون يعني تبسيط للأمور، نعم كاين واحد وجه آخر ديال هاد الأزمة، كاين يعني واحد نظرة أخرى، نظرة إيجابية الأزمة من خلالها يمكننا نكتشفوا واحد العداد ديال الجوانب الإيجابية، واحد العداد ديال الفوائد، واحد العداد ديال الدروس اللي يمكن من خلالها نحولوا هاد المحنة إلى منحة، بل إلى منح متعددة. ولكن كيف؟ البداية هي أننا نصحوا أولا التصورات ديالنا والاعتقادات ديالنا إذا كانت خطأ، ولا نعمقوها إذا كانت عندنا أصلا صحيحة. والمقصود أننا أولا يعني نعتقد واحد اعتقاد راسخ أن كل ما وقع الشيء اللي وقع وما يقع الآن وما سيقع راه ما وقع شيء صدفتان ولا عبثان ولا بتخطيط والتدبير ديال هاد القوى العظمى او تلك او نتيجة هاد السبب او ذاك. نعم كاين اسباب، كاين قوة، كاين اطراف كتحرك وكتحرك، ولكن فوق هذه الاسباب المتحكم في هذه الاسباب المسير لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسير هو الذي يدبر. وما هذه الأسباب وهذه الأطراف وما أشرنا إليه إلا أدوات كيحرك الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. وبالتالي المتحكم في الكون ككل هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما يحدث من حدث صغير كان أو كبير فهو بإذنه بعلمه بقدرته بإرادته برحمته بلطفه وبحكمته. إذن أول يعني منحة ربانية نستنتجها من هذه المحنة هذه هو أن لنا ربا خالقا قويا قديرا حكيما كيحبنا وبغى لنا الخير، وما يقدره لنا ويكتبه علينا وخاجنا في صورة يعني مصائب وفي صورة يعني أوبئة أو بلاء أو مصيبة، فهو لا شك أن فيه خيرا وفيه حكمة، وخا ما كنشوفوهاش حنا الآن ولكن فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالمصائب ليطهرنا من المعايب، يعني يقدر علينا أحيانا أزمات ومصائب ومشكلات باش نبهنا الأخطاء ديالنا، باش يعني نكتشفوا
هاد الاخطاء، وربما المسار ديالنا اللي شادين ماشي هو هذاك، ربما التصرف ديال السلوك اللي ماشي هي هذيك، نكتشفوها ونراجعوها لعل وعسى اننا نغيروا من السلوك ديالنا، نغيروا من 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 هذا من من, من الاتجاه اللي شادين، ونتوب ونعيد ونصحح. هذا الاعتقاد هذا وهذا الايمان هذا يعني كيجعلنا ننتقلوا لواحد منحه اخرى، وهي اننا ملي نكتشفوا ان الله سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته وحكمته يقدر ما يقدر، وخصنا نامنوا ونتقبلوا هذا الشيء، كنكتشفوا فعلا ان نحن كبشر الانسان راه ضعيف وعاجز، ويقف احيانا امام بعض الامور، امام بعض الكوارث البصريه، يعني عاجزا عجزا مطلقا. وهذه الازمه خير مثال على ذلك، في كيف ان الله سبحانه وتعالى واحد مخلوق من مخلوقاته الحقيره الضعيفه التي لا ترى بالعين المجرده، كيف انه زلزل العالم وأحدث فيه واحد الاضطراب كبير، شل العجلة ديال الاقتصاد، وقف الحركة ديال السياحة ديال الصناعة ديال غيرها من الأمور، وواحد اضطراب كبير في الحياة ديال الناس، يعني بل يعني فقدوا الناس السيطرة حتى على الأفكار ديالهم والمشاعر ديالهم ونفسهم، وما بقوش كيفكروا غير في استجابة إلى غريزة حب البقاء، ويعني الإنسان يتخبى ويلتجئ لشي مكان فين ما يصيبوا فيه الفيروس ويدخل داره، حتى وهو في داخل بيته يعني راه كتسيطر عليه المشاعر ديال الخوف والمشاعر ديال 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 القلق وديال المستقبل كيفاش غادي يكون، وبالتالي يعني كيحس بأنه بحاجة إلى قوة تحميه، كيحس بأنه بحاجة إلى سند، إلى من يستعين به باش يعني يحفظه، ولا يجد بطبيعة الحال إلا الله سبحانه وتعالى، هو الحافظ، هو القادر لوحده، باش هو الممكن باش يلتجأ ليه بوحده، وهو الممكن بطبيعة الحال اللي يمكن باش يحميه ويحفظه وينجيه من هذا من هذا من هذا الوباء ومن غيره من 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 الأضرار. وهذا الحاجة ديال الحاجة الاكتشاف ديالنا لهذا الضعف ديالنا يعني خصو يجعلنا يعني نتمسكوا اكثر بالله سبحانه وتعالى، يعني نقويوا الصله ديالنا به، يعني نتوجهوا ليه في كل لحظه بالعباده بالاعمال الصالحه بكل ما يعني ما شرعه لنا من عبادات ومن اعمال نبتغي بها وجهه سبحانه وتعالى. وهذا الامر ديال الحاجه الى هذا الى الله سبحانه وتعالى راه ماشي ديالنا فقط كمسلمين وانما ديال البشريه ككل، يعني هذه الازمه كشفت لنا الحاجه ديال الناس ديال في العالم الى هدايه الاسلام الى رحمه الاسلام، هو المنقذ الوحيد اللي يمكن حاليا اللي يمكن ينقذ الناس من التيه من الحيره من الضياع، هو الوحيد الذي اثبت في هذه الازمه بالصلاحيه والمصداقيه ديال القيام ديالو والمبادئ ديالو والتعاليم ديالو في جميع المجالات، في مجال الصحه، في مجال الوقايه، في مجال يعني النظافه، في مجال العلاقات الاجتماعيه، يعني القيام ديال التضامن ديال التكافل الاجتماعي ديال التضحيه ديال الاطار، يعني نماذج مشرقه، نماذج رائعه يعني كتضحي وكتبذل وكتعطي، بل تستشهد من اجل ان تبقى ان يبقى الناس احياء وان يبقوا يعني في سلام. هادشي شيء رائع وجميل جدا، ولكن هادشي كيحملنا جميع المسؤوليه امام انفسنا، امام التاريخ، وامام الله سبحانه وتعالى، اننا خصنا نديو الرساله ديالنا، يعني نجسدوا نبلغوا هذه الرساله ديال هذا الدين، الرحمه ديالو والحكمه ديالو والروعه ديالو، قبل ان نقولها ولكن ان نجسدها في اخلاقنا في سلوكياتنا بالقدوه الحسنه وبالعمل الصالح.
من بين كذلك المنح الربانية ديال هاد الأزمة هادية أنه يعني جعلتنا نكتشفوا أن النعم ديال الله سبحانه وتعالى علينا، النعم الكثيرة اللي ولفناها ما بقيناش يعني كنحسوا بها ولا كنديو الشكر ديالها حق 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 الأداء، النعمة ديال الأمن والاستقرار، النعمة ديال الاجتماع على الخير، النعمة ديال التحرك بحريتين في الأماكن العامة، يعني نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. كذلك جعلتنا نكتشفوا يعني القيمة ديال واحد فئة يعني ما تعطى لها القيمة ديالها والتقدير ديالها، وهما الناس ديال اللي كيشتغلوا في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال ديال يعني الأمن، في مجال الفلاحة والنقل وغيرها من المجالات الحيوية اللي لولا أن الله سبحانه وتعالى سخرهم لنا ما لا ندري كيفاش غادي نعيشوا ولا درجة المعاناة اللي غادي نعانيوها. ولكن هؤلاء يعني يصنعون الحياة، يصنعون النفع، يصنعون الخير ويحافظون على 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 حياتنا، يعني يستحقون كل تقدير وكل 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 احترام، مقابل فئات قبل الأزمة هما اللي كيحظوا بالتقدير وبال تكريم بالشهرة، وفي الحقيقة لا يقدمون لهذا المجتمع والإنسانية إلا الضحالة والجهل والتفاهة وربما أكثر. يعني من بين كذلك المنح الربانية ديال هذه الأزمة هذه أنها أعطتنا فرصة ثمينة باش نكتشفوا دوات ديالنا، باش يعني نوقف واحد الوقفة صريحة وصادقة مع أنفسنا، نعرفوا أنفسنا ونكتشفوا يعني ما نحن عليه، الموقع ديالنا في هذه الحياة هذه، والشخصية ديالنا واش هي في المستوى ديال الصمود، ديال المقاومة، ديال المواجهة، ولا أنا شخصية ضعيفة، واش حنا واقفين على أرض صلبة، واش واقفين على الصح ولا غير الخوى على الخاوي، وأي ريح يعني تهب وتعصف راه غادي تدينا وترمي بينا. يعني واحد درس من الدروس العميقة البليغة من مدرسة الحياة المجانية اللي في الحقيقة إلى ما انتبهناش لها وما استوعبناش مزيان راه غادي نزيدوا يعني ننتهوا أكثر ونضيعوا ونخسروا أكثر. ولكن إلى وقفنا يعني توقفنا وخدينا الدرس مزيان واستوعبناه وفهمناه مزيان، ويعني لا شك أنه غادي نكتشفوا العداد ديال الأخطاء وغادي نصحوها وغادي نرتبوا من جديد الأولويات ديالنا وغادي نصحوا المسار ديالنا، وبالتالي غادي نطوروا أنفسنا ونرقوا المستوى ديالنا من أجل حياة أفضل. في الحقيقة أن هناك يعني دروس كثيرة وهناك منح كثيرة، ولكن ما أشرت إليه فيه كفاية بالنسبة لي حاليا، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وبأخطائنا، وأن يعني يوفقنا ويسدد خطانا لكي يعني نصحح ولكي نتوب ولكي نرجع إلى الصواب وإلى الطريق الصحيح. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا لمحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.